يوماً ما حلم الكثير منهم بأن يصبح طبيباً أو مدرساً أو حتى مهندساً، لكن مسارات الحياة فرضت عليهم تعديل تلك الأحلام ليجدوا أنفسهم اليوم سياسيين، وما أصعب أن تكون سياسياً في عالم تتقاذفه الحروب والأزمات. العين الإخبارية وعلى هامش مؤتمر الفكر العربي المنعقد في دبي التقت عدداً من السياسيين وسألتهم: لو لم تكن سياسياً ماذا وددت أن تكون؟ لتأتي الإجابة كالتالي: والله طبيب، أنا طبيب أصلاً في قطاع المصارف. نائب الرئيس العراقي إياد علاوي سياسي مسكون بمهنة الطب التي درسها، فهو اليوم يقدم روشتات من نوع مختلف ليؤكد أن السياسة عالم لا يختلف كثيراً عن الطب، وأن علاج الشعوب من آلامها قد يكون أصعب بكثير من شفائها من أمراضها العضوية. التضامن العربي وضمان الأمن وأمن المنطقة وعدم السماح للأجانب بالتدخل في شؤون المنطقة بتاتاً، دعم المؤسسات المهمة، ضمان مبدأ المواطنة. مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، فيه تقاطعت أحلام الطفولة برؤية النضوج لتصنع سياسياً بحنكة طبيب يقدم وصفته، مستفيداً من ذلك الخيط الرفيع الرابط بين السياسة والطب. الدواء الأول الإيمان بالوحدة، قبول بعضنا البعض، أن نعرف كيف نواجه تحديات العصر، إسناد فلسطين. أما فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فكسر حلم ممارسة الطب الذي غالباً ما يداعب أحلام الطفولة الأولى، فهو المصرفي الذي لم يبتعد كثيراً عن عالم السياسة ليكتب من موقعه روشتة خالدة للاستقرار: أن نستنقذ الدولة الوطنية، بناء دولة رشيدة تؤمن بالعدالة الحقيقية وبسيادة القانون والنظام، وأن نركز على التعليم.